jury's verdict, Your Honor. Oh, my God! Cash Wheeler! FTR! No, 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 no! Wait, 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 wait! أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم بتكون عن قضية كاش ويلر. تكلمت عنه بشكل خفيف، انه مسكوا الحبيب بحكم عنده سلاح وما عرفنا اذا يدافع عن نفسه والتفاصيل يعني بشكل عام. فاللي صار كالتالي: الحبيب كان يسوق وصارت مشكلة بينه وبين واحد ثاني، بالعام نقدر نقول الحبيب لف عليه او العكس، بدل ما يقول له حيوان كلب انت كلب، قال له شوف السلاح هذا شو رايك فيه، والثاني رفع قضية فعرف بالموضوع هذا بعدين. يعني السالفة قديمة شوي وسلم نفسه. وأنا شفت المحاكمة، نقدر نقول الفيديو كامل موجود في السوشيال ميديا، والمحامي قال الشخص هذا ما عنده سوابق وما كان يعمل مشاكل قبل، فهم يبغون بوند إنه يدفع مبلغ معين وخلاص تطيح القضية هذه. والحكم كان إن الحبيب لو عنده أسلحة ثانية مسجلها باسمه في أمريكا، لو عندك مسدس أو أي شيء مقارب لازم يكون موجود في السجلات، فلو عنده RPG ماشين جان مولوتوف كل هالأمور لازم يسلم لهم بعد المحاكمة وما عليه مشاكل، فبيدفع مبلغ $2,500 وما عليه مشاكل. فالناس سألت إذا يقدر يسافر لبريطانيا ويكون موجود في أولن، وأنا ما أعرف القانون بالضبط، بس على حسب كلام PW Insider دام القضية انحلت يقدر يسافر ويكون موجود في العرض. بس كبوكينج نقدر نقول اليونج بوكس بياخذون ألقاب التاك تيمز ويبتعدون عن المشاكل لو الحبايب هذيل اختفوا، خلنا نقول أسبوع أسبوعين ثلاثة عشان الناس تنسى الموضوع، لا تستغربون منه ويمكن تعلموا من إيه عاد الشايب قريب منهم. والأمور هذه صارت ونحن نلعب تكساس تشينسو ماسكر يا شباب. نعم صح، انتظرنا ساعة كاملة لما دخلونا اللوبيز، بس بالأخير جربنا والفيديو بينزل أكيد في تردك برو. من وين طلعت أنت؟ أفا عليك، أنا موجود. عاد شفنا جمال وأمور مميزة في اللعبة هذه، أتمنى الناس والمشاهدين يتابعونها أكيد. يعني بنجربه مرة ثانية ولا كيف؟ إيه لازم نجربه أكيد. وأنا عندي سالفة بعد على كاش ويلر وجملتهم نو فليبس جاست فيستس. صحيح، عاد خليه يستعمل البوكوسات، ليش يطلع سلاح؟ يمكن خاف على نفسه وكانوا مجموعة موجودين في السيارة الثانية. حتى لو AEW أصلا ناقصين من مشكلة للثانية، بس يلا متحمس لمباراتهم. لا شو رايك تكمل بعد؟ بس على خفيف أنا قلت رأيي. يلا شكرا لك وبشوفكم في فيديو سماك داون. صح، قبل ما تمشي حبيت أقول للناس استمتعوا بالرن اللي قضى في إج، وغير هذا الشيمس الحبيب هذا مو مهتمين فيه ابدا، وكلامه صحيح يوم قال في اللقاء ان التركيز كله على البلود لاين، فالان WWE لازم يركزون على النجوم الثانيين. صح بالضبط، واذا ما نفع الموضوع ناس ما تعرفون هو ملك الفان شوي. لا مو وقت اقول لك، نعم لو رجع للطريق هذا راح يفوز بجميع الالقاب. انت لازم تجيب العيد قبل ما نمشي، يعني لو بتصل الو صك في وجهي.